إلى مراكش حيث تتواصل فعاليات مؤتمر السياسة العالمية، حيث بدأت جلسات اليوم بالتطرق لعدد من التحديات التكنولوجية التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها استعمالات الإنترنت والقوى المتدخلة فيها، إضافة إلى مختلف مظاهر وأوجه التهديد الإلكتروني في عالم اليوم، حيث كان المؤتمر قد انطلق أمس تحت رعاية الملك محمد السادس بهدف المساهمة في النهوض بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا وعدالة، ما يتطلب جهدا متواصلا لفهم واقع القوى المعنية وتفاعلاتها. اليوم الثاني كان عدة قضايا جد مهمة تتعلق بقضايا جيوستراتيجية، من بينها قضايا الأمن المعلوماتي في أبعاده التكنولوجية أولا، التطورات التي يشهدها هذا العالم بما يشمل الانتقال من تكنولوجيا المتعلقة بتدبير المعلومة إلى بناء الأبناك الكبرى التي طبعا تنقل المعلومة إلى جيل جديد، بما يشمل أيضا علاقة هذا العالم الافتراضي بالأمن العام المتعلق بأمن المجتمعات، أمن الأشخاص وأمن الدول. الجلسات أيضا تناولت الجانب المتعلق بالتوظيف السياسي للعالم الافتراضي، بحيث أنه ليس إنتاج يتعلق بتسريع وتيرة التقدم بما يشمل الذكاء الاصطناعي أو وتيرة الاقتصاد، بل أيضا قد يخدم أجندات سياسية تتعلق بالعالم الغير الافتراضي.